ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض لوك ميك اب. انا بقالي كتير قوي 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 ما عملتش فيديوهات ميك اب على يوتيوب خالص، فنرجع بقى ان شاء الله نعمل مع بعض لوكات. وشجعوني، اعملوا لي لايك وسبسكرايب لو انتوا اول مره تشوفوني، اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل فيديو انا هنزله. والنهارده في حاجه حلوه جدا، النهارده هقول لكم ازاي نختار درجه الفاونديشن المناسبه لبشرتنا. هنعمل مع بعض كده تيست وهنشوف وهقول لكم كل حاجه. يلا بينا نبدا. بصوا، اهم حاجه هعملها ان انا هرطب تحت عيني، هرطب شفايفي بليب بالم بتاع التانك. همشط حواجبي، حطيت بقى يا جماعه اللينسز. دلوقتي عايزه اقول لكم هنختار ازاي مع بعض درجه الفاونديشن، يعني الدرجه دي درجتي بالظبط. بصوا، المفروض ان احنا لما بنروح نشتري الفاونديشن بنعمل، بيبقى فيه اللي هو التستر تيست، فاكتر مكان مناسب اللي انت تعملي بيه بقى مش ايدك، عشان ممكن يبقى فيه اختلاف. بصي، هي المنطقه دي تبدأ ان انت تعملي كده، ماشي؟ شايفين اللون؟ شايفين عمل ازاي؟ يبقى ده درجتك، ده مناسب معاكي. لقيتيه بقى افتح زي مثلا ثواني، انا الفاونديشن اللي هنا كلهم درجتي، في كونسيلر افتح لا ده درجتي برضه، ده افتح بعمل بيه هايلايت، هوريكوا دلوقتي. بصي، ده افتح قوي، ده باين حتى ان هو افتح قوي. بصي، نيجي ندمجه كده، شايفين عامل ازاي؟ يبقى ده مش مناسب لينا، ده مناسب لينا. فهمتوا قصدي ايه؟ هو ده الحاجة اللي بيخلينا نحدد درجة الفاونديشن بتاعتنا بالظبط. هرسم حواجبي بلا جل درجة سوفت براون، والفرشة كده. كده خلصت خلاص حواجبي، هبدأ بقى. نضفت كمان بكونسيلر لوريال انفيلبل اللي هي درجة 337. هبدأ بقى ان انا احط فاونديشن. انا هحط فاونديشن مش تقيل، هو الفاونديشن ده من اسنس، ده طالع الاصدار الجديد، الدرجة بتاعتي فيه 190. كده خلاص حطيت الفاونديشن، دلوقتي بقى نعمل كونتور ونحط كونسيلر. بصوا، انا بعمل ميكس ما بين الكونسيلر ما بين الدرجه اللي هي 337 من لوريال انفيلابل، عشان الدرجه دي على اصفر قوي. بصوا، شايفين؟ بس بحط كده هنا، بحط الحتت اللي هي هنا دي. هنا بقى النهارده كاتريس كاموفلاج، دي درجة 020. هعمل الكونتور بعجلة كيرولين اللي هي درجتها ايه.
هو ده الكونتور بالظبط اللي انا محتاجاه لوشي. انا محتاجه بس ان انا ارفع، يعني ارفع العظمه بتاعه الخد، ومن هنا من هنا كده عشان اللغد ده، وده كونتور المناخير بتاعي. كل واحد طبعا بيبقى عارف هو محتاج كونتور ايه بالظبط الوش. بقى وشي كله بالبودر بتاعت هدى بيوتي. انا حطيت كميه من اللوز بودر كده تحت عيني عشان الاي شادو لو عمل فول اوت ولا حاجه يبقى احنا في الامان. هبدا بقى ان انا استخدم البالت دي من مورفي شكل انهال، ده الاصدار التاني. هستخدم هعمل، انا مش عارفه اللوك هيبقى ايه، بس هو انا عايزه اعمل لوك غريب ما عملتش قبل كده. فانا هاخد الدرجه دي، هي على طوبي كده. ناخد الفرشه، دلوقتي بقى هاخد اللون البني. استنى اوريه لكم، هو بني على اورنج شويه. هو اللون ده انا هعمل حاجه مجنونه، حاجه يعني مش عارفه دي صح ولا لا. عندي البالت دي هستخدم منها اللون ده. بصوا حطيته كده بالشكل ده. هنجيب بقى الفرشه ونبدا ندمج كل الالوان تاني مع بعض عشان ما احسش ان في فرق كده ما بين. دلوقتي بقى هرسم اي لاينر. هرسم الاي لاينر باي لاينر اماندا الاحمر ده. عملت كده الاثنين، هركب بقى هركب الرموش وهاجيلكم. جماعة أبشع حاجة في الدنيا ان انتي تفتكري نفسك بتصوري وانتي كل ده ما بتصوريش. انا ركبت الرموش، دلوقتي بقى هشيل البودر دي، وعملت كمان تحت عينيا بلون بني. هحط بقى برونزر، البرونزر بتاعي من اماندا، حلو قوي بحبه قوي. يا جماعه وانا بصور جالي اوردر عايزه افتحه معاكم. الناس اللي عندي على اليوتيوب بقى اكسكلوزيف اكتر من على الانستجرام، زي مش عارفه يعني بقيت الحاجه بتجيلي مثلا وانا بصور بقوم مطلعها لكم في الاول قبل ما اعمل عنها ريفيو على الانستجرام. واو بصوا يا جماعه، واو واو واو. افتكرت ده ايه؟ بصوا دي برفيم، استنى هوريها عشان هوريها لكم. دول اللي هما بيبقوا الخمسة برفيم بيجوا مع بعض كده عرض. عايزة اقول لكم ان دول فعلا تحفة تحفة تحفة. انا جبت منهم قبل كده، جبت منهم قبل كده، بس جبت بقى الانواع دي انواع جديدة غير اللي انا جبتهم. دي اللي هي سكاندل، ودي فيكتوريا سيكريت، ودي اولمبيا، ودي كوكو شانيل، ودي جود جيرل. استنوا بقى نفتح كده عشان انا فضولي موتني. دي اللي هي فيكتوريا سيكريت. دول يا جماعة اللي هما التستر. انا جبتهم على وشي. واو ريحتها حلوه قوي، ريحتها دي حلوه قوي كده شجري كده، تحفه تحفه تحفه. دي تاني سكاندل، عرايسي
بس حلوة قوي. نجرب جود جيرل. حلوين قوي بجد، حلوين قوي قوي قوي، ويبقوا في الشنطة كده لزاز. دي جود جيرل قوية قوية قوي، وانا بحبش الواحد قوي، بس قوي الناس اللي بتحبها. دي شانيل كيوت. ريحتها تحفة، ريحتها تحفة تحفة. اخر حاجة اولمبيا. بس اكتر واحدة عجبتني كوكو شانيل، تحفة عجبتني اوي، دول حلوين اوي. استنوا بقى اوريكوا جالي ايه في البوكس ده. الشنطة حلوة اوي والبوكس شكله حلو اوي. بصوا شكله حلو ازاي، دي هدية تحفة 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 تحفة. هي مدياني هنا شكلها فاوتشر صح؟ استنوا بقى نفتح مع بعض البوكس الجامد ده. ثلاثة ده، بصوا اهي. استنوا بقى نفتح مع بعض، نحط اي حاجة تبقى حلوة قوي قوي. البوكس ده حلوة قوي قوي قوي، البوكس ده بجد انا ازاي ما كنتش شارياه في الجهاز، معلش ازاي ازاي قوليلي. طيب ماشي، حلوه قوي حلوه قوي بجد. ودي اللي هي معاها عشان الشنطة، نفس البرفي. وده بادي ووش برشن، مش هماله حاجة. ماشي حلو ده، حلو ده قوي، بحب قوي البادي البادي ووش. وده بادي لوش، وده برضو مقفول بس نفس الريحة تقريبا، بس حلوة قوي حلوة قوي بجد. تعالوا بقى نكمل. هحط بلاشر من الباليت دي بتاعت بريتش وومن. هرش مثبت ميك اب بتاع اوفرا، هو فيكسنج كده بيدي بيخلي كده اللوك كله مدموج، فاهمين؟ جماعة اللي متابعني من زمان قولولي في تقدم، شكله حلو قوي. معرفش اسمه ايه ده، اسمه ايه ما علينا، شوفوا دلوقتي اللوكس. هحط عشان بعرفش احطه قدام الكاميرا وارجع له. بس كده، ده كده كان الفاينل لوك اهو. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجة. كنت عاجبني قوي. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعار كتير. وقولوا لي عايزين فيديوهات بقى ايه الفترة الجاية، وعايزين تريكات ايه في الميك اب، وعايزين نعلمكم ايه ونشتري ايه والحاجات دي كلها. اي افكار في ميك اب انتوا عايزينها قولوا لي عليها وانا اعملها لكم. بحبكم جدا، باي.